توقيف مجموعات إجرامية وإحباط عملية لنقل وشحن الأقراص المهلوسة. هذه العملية جاءت بعد استغلال معلومات دقيقة وردت إلى ذات الفرقة ونصب كمين محكم للمجموعة في أحد الأحياء الشعبية، أين تمكن المحققون من استرجاع 1800 قرص مهلوس ودراجتين ناريتين. هذه العملية تعد أحد العمليات التي سجلت من خلالها مصالح أمن ولاية تبسة من تفكيك مجموعات إجرامية منظمة وحجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت إلى غاية نهاية السنة الفارطة أكثر 140 ألف قرص مهلوس.